السلام عليكم. هاد السمانه كنا شفنا قضيه 6 شباب من ولايه تسمسيلت اللي دخلوا للحبس بسجن مؤبد في الحادثه الشهيره تاع غابه المداد، وين كانت الطفله قاصر مع عشيقها داخل السياره في مكان منعزل في غابه المداد، ومن بعد واحد 6 ليجان اللي هما جيرانها وكانوا يقراو معاها في المسيد، قال لك احنا شفناها مع السيد نحيناها له باش ندوها للدار واتخذوا قرارات. هذيك القرارات انعكست سلبا عليهم، يعني لقوا روحهم مدانين بتهمة اختطاف قاصر لمدة تقل عن 10 أيام ومدانين بالسجن المؤبد. يعني ايماجينيو أنهم دخلوا سجن مؤبد. الشيء اللي صرا أنه هذا الجان اللي كان داخل الطنوبيل دار واحد الأمور وراح بلغ، يعني كي نحاولوا الطفله هو راح بلغ عليهم للجندارم، قال لهم باللي مجهولين صدموا عليا الطوموبيل، نحاول لي خطيبتي، وهي ماشي خطيبته، يعني هو يقول باللي عشيقتي، ما هي تقول في المحاضر باللي عشيقي. لا علينا، جست الحلقه وكنت شفت المحامي كيفاش شغل غلق نهائيا باب النقاش امام الاهالي، قال لهم باللي اولادكم ما عندهم حتى فرصه للخروج من السجن، القانون هو القانون. طبعا القانون هو القانون، ولكن انا حسيت بعد الحلقه شفت باللي كاين بزاف ناس ماشي فاهمين القضيه، شفت بزاف ناس عندهم اسئله، ومرات في البرنامج ما يكفيناش الوقت نهضروا كلش لانه البرنامج عنده وقت والى غير ذلك، ومرات الانسان اللي يكون في البرنامج يحب يهضر ما يعرفش يهضر. انا من داك نعاون الناس، نسيفلي لهم الهضره، نعاونهم، بصح في النهايه هم اللي لازم يهضروا ماشي انا اللي نهضر، لانه انا نتحاسب من اداره قناه الشروق. ماكش تجيب الناس باش تهضر في بلاصتهم، لازم هما يهضروا. لا علينا، بعد الحلقه انا درت بودكاست خاص سميتو اكسترا، عشت وشفت اكسترا، نحكو فيه التفاصيل اللي ما حكيناهمش في الحلقه. من بين هذه التفاصيل انا جبت كاع الاباء تاع المساجين اللي راهم في مؤبد كل انسان وراهو واش من حبس، جبت الاباء وصدقوني يعني المعلومات والمعطيات اللي مدوها الاباء على القضيه هذه الغريبه اللي ولادهم دوك عندهم 10 سنين وهما في الحبس، وعلى بالهم بلي اي تفصيل يقدروا يقولوه اي تفصيل ممكن ينعكس سلبا على القضيه. بصح صدقوني انه الاشياء اللي راح تسمعوها في البودكاست مرعبه جدا. انا لا انا لم اناقش الاحكام القانونيه لانه القانون هو القانون، ولكن المعطيات اللي قدموها الاباء من شأنها أن تغير فعلا معطيات القضية. يعني هو البودكاست كان صعيب لأنه شغل أنا كنت في مواجهة آباء كبار دايرين العمامات، أنا نحكي على تسمسيلت على ثنية الحد، تلقاه راجل بعمامة يبكي بالخناين، يبكي على وليده ويحس بنوع من أنواع القهر، باش ما نقولوش كلام آخر. فأنا درت معهم أول حلقة البودكاست، راح تشوفوها في اليوتيوب لأنه لا تبث في التلفزيون، ماشي تاع تلفزيون، تاع دي بلاتفورم، يعني يوتيوب، إنستغرام، تيك توك، فيسبوك إلى غير ذلك. وصدقوني يعني المعطيات اللي قالوها على التفاصيل، على كيفاش الأمور انقلبت، كيفاش الليجان داروا قرارات سيئة، وكيفاش هذاك العشيق دار أمور معينة باش اللعب دار كامل عليهم هما، وهو اللي كان مدي قاصر في الغابة داخل الطوموبيل، الله أعلم مش كان يدير معها، ضربوه بعام برك في الحبس، وهما راهم يديروا في العام 11 داخل السجن. شوفوا البودكاست ومن بعد نقصروا عليه. وهذا البودكاست درته تاني لأنه كاين ناس بزاف نبهوني إلى التفاصيل غير واضحة في القضية. هذه هي من ذاك أنا تغيبلين، مشاهد ما تغيبلوش، من ذاك المشاهد تغيبلو أنا اللي ما تغيبليش، وهذه هي. يا سلام عليكم.